شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والشركة المصرية للاتصالات بشأن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق من خلال مقر الشركة عقب توقيع قال مدبولي أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الشهر العقاري وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد والخاصة بأهمية التوسع في إقامة المزيد من فروع التوثيق على مستوى الجمهورية بما يسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات المقدمة من خلال من خلال مصلحه الشهر العقاري والتوثيق